أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: لقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتنة النساء، وها هي هذه الأيام الأخيرة كثرت دعاوى المدعين بأنها مهضومة الحق، وينادون بإعطائها حقوقها في وسائل الإعلام وغيرها، فنرجو من سماحتكم وفضيلتكم ردا شافيا عليهم، مع الأسف أن كثيرا منهم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بكلامهم. المؤسسة واحدة، كل ما يصدر منها متشابه. هذه مؤسسة الشر، هذه مؤسسة الإلحاد، ومؤسسة الزيغ، هذه واحدة. كل ما يصدر منها حول المناهج، أو يصدر منها حول النساء، أو يصدر منها حول تحكيم الشريعة، كلها أمور واحدة تصدر من شركة واحدة، مصنع واحد. فلا نستغرب منهم مثل هذه الأمور، ولكن علينا أن نقبل على الله بالدعاء أن ينصر دينه، وأن يعلي كلمته، وأن يخذل أعداءه. نجتهد في الدعاء، والله قريب مجيب سبحانه وتعالى. وكذلك نناصح ولاة الأمور، من يستطيع أنه يناصح ولاة الأمور يجب عليه أن يناصحهم، ومن لا يستطيع ولا يصل فإنه يتصل بمن لهم اتصال بولاة الأمور، ويبلغهم عن هذه الأمور، ويعطيهم الملاحظات والأشياء التي يراها.